اخوي عبد الرحمن المرسال. اعرف باسم عبد الرحمن. عبد الرحمن بكر المرسال. باي صف؟ ثاني متوسط. عمرك؟ 13. وقت ان اللقاء الصباح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لامتي في بكورها. من خرج الحديث يا عبد الرحمن؟ النسائي. من رواه؟ صخر الغامدي. عبد الرحمن ما شاء الله نموذج بالهمه والاجتهاد في طلب العلم. بعطيكم نبذه يسيره وهو بيعطينا نبذه يسيره عن مسيرته. تحفظ القران؟ اي نعم الحمد لله ما شاء الله. متى خلصته؟ خلصته 5 سنوات وعمري 5 سنوات ونص. بحفظ؟ اي خلصت اجازه حفظ وانا ماشي. ايش محفظاتك؟ محفظاتي كتب التسعه مع زياداتها المسانيد العشره مع التحف السنيه من المتون العلميه مع دليل الطالب. ايش عبد الرحمن؟ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي ومسلم امام احمد بن حنبل. عبد الرحمن ايش زيادات المسانيد العشره؟ ابن خزيمه وابن حبان والبزار ومسدد وابي يعلى وابن ابي شيبه. التحفه السنيه ايش المتون الموجوده فيها؟ الاصول الثلاثه وكتاب التوحيد والعقيده الوسطيه ولاج الروميه ومتن الورقات ونخبه الفكر وغيرها. معنى القران وتكلمت انه فيه روايتين والحديث وذكرت المتون اللي حفظت بل الفقه ايش حفظت؟ دليل الطالب نين المطالب وفيه يتكلم من مذهب الامام. معنى المتون في اي العلوم؟ بالفقه ومصطلح الحديث والنحو العقيدة والنحو والعقيدة. من طلب العلم أخذك على دراسة أثر عليك؟ لا ما أثر على الدراسة الحمد لله. نسبتي ما تنقص عن 99. ما شاء الله. ما أنت عارف سناب شات؟ أيه. إنستغرام؟ أيه. فيسبوك؟ استخدمها؟ إيه مع حفظ الوقت استخدم الأشياء. ما شاء الله. خير عبد الرحمن ويبيض وجهك وينفع بك ويكثر أمثالك. شكرا. آمين. الله يكثرك. شكرا. الله يحفظك. آمين.